خوانا بالنوايا. انتو تعرفون شنو جرعنا ويا هيش خوانا؟ لا شيء غير السيف. يصدم فيها السيستان العالم، حيث المرة الأولى حيث كتبت إحدى الجرائد الأمريكية ماشية عريضا: السيستاني يعلم بوش الديمقراطية. هذا الآن منهج ديمقراطي. أولا أعلن إلى أنه المسؤولية هي ليست مسؤولية كتل أو مسؤولية جماعات، وإنما هي مسؤولية الفرد العراقي، مسؤولية الفرد العراقي. وبذلك أسس لنظرية الشخصية أنه هي التي تتحمل مسؤولية توجهها الفكري والسياسي، وبين حرية الشخص، وإلى أنه ينبغي أن يتحرر من أسر العشيرة ومن أسر الحزب ومن أسر التكتل ومن أسر الطائفية ومن أسر حتى المذهبية والدينية. وإلا هل سمعت في هذا الخطاب كلمة دينية؟ هل سمعت آية قرآنية؟ هل سمعت حديثا نبويا؟ هل سمعت شهادة من رسول الله أو من أهل البيت أو من الصحابة؟ كان خطابا سياسيا رائعا حضاريا، وكأن الخطاب المرجعي استوعب التجارب الديمقراطية في العالم. اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربع. النغمة مثل ما يقولون وتر. إن هذا البيان الديمقراطي الأول الذي أطلقه محمد، الذي أطلقه السيد علي السيستاني، سيكون خارطة الطريق أيضا للإيران وللبحرين، وسوف يتجاوز الحدود العراقية. هذا بيان خطير، إذا لم تظهر آثاره اليوم سوف تظهر آثاره غدا. شجاعك تبدلت، الأنبياء والأوصياء والأولياء والصالحين بقاعنا ينامون، يمن هنيال قاعد ضام كرامك. شجاك تمددت ما بين ليلة ويوم، وانت القاع تعرف نقلة اجدامك عراق، القاع تصرخ من تمرها بليل، وتعرف غايتك وتحقق أحلامك، عشت عمرك مجدي وتطلب امدادات، وانت الكون كله يعيش بنعامك. عشت عمرك مجد وتطلب امدادات، وانت الكون كله يعيش بنعامك. فك عينك وشوف اللي جرى والصار، وشم ريحة الموت بلفة لثامك. كل ذال الغزاة اللي يجوك الذال يريدونك، بديك توقع اعدامك، وهم يردون بيتك وانت تبقى على الرصيف تنام، عقب ذيك القصور ولمة عمامك. هلق كل العراقيين من زاخو لحد الفاو، ما بيهم نقص والناقص انسامك. اذا قلت العرب فالعرب رفعت رأس، واذا قلت لك رادك راد نحزامك. حاروا بيك والله ولسه ما حزروك، وانت الكمبيوتر حارب ارقامك. حاروا بيك والله ولسه ما حزروك، وانت الكمبيوتر حارب ارقامك.